بصوت الشاب خالد باختا نرجع لحلقتنا اليوم الجزء الثاني من فقرة الانترفيو مع ضيفي سي محمد علي العرفي والأمين العام اتحاد التونسي للتاكسي الفردي. سي محمد علي، انت كنت تحكي لنا يعني على الزيادة هذه، نحب أكثر تفصيل به، تفسر لنا الزيادة هذه شنو بالضبط؟ الزيادة هذه مش حاجة كبيرة، وهذه ما تغطيش المصاريف متاع التاكسي الفردي. أنا نحكي على التاكسي الفردي، ما نحكيش في عطى نقل. أنا اللي يهمني هي التاكسي الفردي. النقل كل حد يحكي على ش. قلنا نحن قلنا يوم ما زادتش حاجة كبيرة، التاكسي زادت 360 فرنك في هذه الضربة الأولى متاع العداد، خليفة مهر متاع التاكسي متر ملي يقعد المواطن العداد ولا التاكسي متر، هو المواطن كان يركب 540 ورناته 900 زادته 360 فرنك. هو مسانس المواطن وقت يطلع في التاكسي، معناتها سعر المسافة في 79 متر تيح معناتها 40 فرنك هكا ولا. وفما سعر الانتظار مدة 18 ثانية قداش تيح؟ تيح في 40 فرنك. باه نجيو للطريفة الجديدة اليوم. الطريفة الجديدة ولات كيف كيف سعر التكبل، ولات 900 فرنك زادت 360. باه بالنسبة سعر المسافة قعدت 79 بالضبط، لكن زادت 6 فرنك ولات 46 فرنك، زادت 6%. باش يفهموها العباد لهنا كيف كيف سعر الانتظار، فهمتي؟ المدة 18 ثانية كانت قبل ب 40 فرنك ولات توا 46 فرنك، زادت 6 فرنك. معناتها ما زادتش حاجة كبيرة. توا العباد خايفين، قال لك زيادة زيادة زيادة، ما زادتش حاجة كبيرة. واليوم يوحلونا في الفرنكات، توا ولات لنا مشاكل في الفرنكات. يعني توما يعني تعتبروش يعني زيادة كما تحكيت عليها، يعني زيادة كبيرة. أنا وقت جيت معاك طالبوا يعني بزيادة أخرى. أنا كي جيت معاك المرة الأخرى قلت كأني كنت حاضر في المفاوضات. أنا كنت حاضر في المفاوضات في وزارة النقل. كان فهمت وزارة النقل حاضرة. كانت وزارة الداخلية حاضرة. كانت وزارة التجارة حاضرة. وزارة المالية غايبة. به اش قلنا نحن كاتحاد التونسي للتاكسي الفردي؟ قلنا عطينا الاقتراح نتاعنا، والاقتراح نتاعنا تبنته وزارة النقل اللي هو 900 اللي لا مش 900. انا وقتها قلت لك يلزم الضربة الاولى تكون دينار هكا ولا. وعطينا شنو عطينا انت؟ حتى قلت لنا ثم شكون اقترح حتى 2500؟ لا فما بعض النقابيين اللي معناتها ربما كل واحد ربما ما عندوش دراية بالعمل النقابي. على كل ومسكين خلي يطلب اللي يحبه، هو مش انا عطو كانت تعطيني وزارة النقل 2500 من اخويتش. على كل من اخويتش فما معقول انتم عندكم تحبوا الطلبة بزيادة اخرى يعني؟ لا نحن فما زيادة اخرى، اما خليني نفسر لك. فما زيادة اخرى واضح لنا يعني. خليني نفسر لك انا بالضبط نحن شلو طلبنا كاتحاد موسي التاكسي الفردي. طلبنا نحن سعر التكفل دينار. شنو قلنا؟ قلنا مش تخلص التاكسي يلزم معناتها مسافة بتاع 79 متر تولي معناتها 70 متر وتولي 50 فرنك، واضح معناتها عوضي 6 فرنك تولي معناتها 10 فرنك تولي 50 فرنك. وعندك سعر هذايا بتاع الانتظار لمدة 18 ثانية تولي 12 ثانية. بالنسبة لاقتراح متاع الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي هذا المعقول مش نجمو نغطيو به شوية معناتها المصاريف هذه البعض. بما انك تحكي على التعريف وكل شيء خلينا نحكيو على التاكسيستي في مطار تونس قرطاش. اي يعني هذوكم سدناهم يوم اسكو وقفتهم الغادي اي والتعريف اللي يخدموا بها صحيحة ولا ليه؟ خاطر ثم شكون قالك ما يخدموش بالكونتير جمرة، يعني عندهم بيجي يقول لك سيبو ان نوصلك البلاصه الفلانيه البلاصه الفلانيه ناخذ سوم معين مطعم معين. بكل صراحه يا في المطار فما برشا كلام وبرشا. انا نعرف المطار مليح. انت حضورك لهنا باش تفسر انا يعني نعرف المطار مليح ونعرف زملائي في المطار، وانا بيدي فما فتره خدمت فيها في المطار. خلينا نبدا وانا نحكي لك يعني عشت في المطار ونعرف كل شيء. اول حاجه اليوم الزياده بتاع المطار وليت 4500 فرنك أو عندي لهنا من وزارة النقل 4500 فرنك. شكون اللي خوم هذوما ال 4500؟ العباد اللي يشدوا من المحطة الفوق ممنوع، على الجناب ممنوع، اللي انطلاق من المحطة تاع التاكسي. فما صف يقعد شاد الانتظار الصف بتاعه، وقت يجيك اليوم يطلع في التاكسي
كان عنده زوج فليجات، الفليجة دينار وعنده 4500 ديبار نتاعو، ديجا لهنا يخرج ب 6500 يظل معقولة، وبارك الله في وزارة النقل اللي جاوبت معنا. لكن ما نكروش ثم اسم ثم تاكسيتي ما يخدموش بالكونتير. شو بكل صراحة يا الأمن قائم بواجبه. اي لا مش نحكي والله لا مش لا مش رمي مع ورود للأمن. أنا ساعة ساعة ننقضه. أنا مش نحكي في الموضوع هذا، أنا نحكي إنه ما ننكروش وما نغطوش عن شمس البعض. ثم بعض تاكسيتي يخالفوا في القانون. البعض أما قاعدين يرضعوا فيهم. ثم شو؟ ثم غاديك الأمن الموجود في المطار. وانا عندي علاقه طيبه ونعرفهم بالجدا بالجدا يوم قاعدين يعملوا لهم في المحاضر أي. المحاضر بتاع الزياده هذه يعملوا لهم، اما شو نقول لك يا والبيه والخايف في كل بقعه في كل بلاصه، فما عباد شبعانه ويحب الحلال وفما عباد تحب الحرام، ما نكذبوش موجود، واللي يقول لي ليه نحن قاطينا مش ملايكه، اما فما كعباد في المطار، اما بالاكثريه اليوم الكونتور بالنسبة للمطار تحسن. باش نخدموا به السؤال هذا، أي تاكسيسي نجم يخدم في المطار ولا ثم شروط معينة؟ أي تاكسي يشد الصف في المطار يجي الدور نتاعو يهز الكورسة نتاعو. واضح واضح. سي محمد علي كان تحكينا على تشكيات منظوريكم، يعني شنو هو أهم المطالب؟ علاش سألتوا أنا السؤال هذا؟ خاطر كل ما نركب مع التاكسي يبدا يحكي لي، ثنيا كامل يحكي لي. يعني يعملوا لهم محاضر على اللبس، ثم تجاوزات، ثم هذه تو هذه تو ما عادش مش نشكر وزارة الداخلية، تو كنت أنا نشكر في وزارة الداخلية، قلت يا ثم خدمة كبيرة يخدموا فيها سيرتو فرقة بتاع منزاسيس اللي لاهي بالتاكسي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة وقاعدة تردع في الكل مخالف، فهمتي؟ قاعدة تردع فيه، فما زيادة بتاع المطار قايمين بالواجب بتاعهم، كل إنسان اللي تعدى عليك اليوم يعملوا له محضر، وفما المحاضر تحب عدت نهار نجي نزك وتشوف المحاضر، فهمتي؟ محاضر كبيرة، فما عبيت في المطار ثقة وباهين ويخدموا على رواحهم وما عندهم عدت محاضر، فما الباهي وفما الخايف. فما الباهي، أما بالنسبة فما بعض الأعوان من وزارة الداخلية ومن الحرس الوطني، أنا قلتها وقتها في اجتماع في وزارة النقل وكانوا معنا وزارة الداخلية، قلت أنا قدام العمداء قلت لهم لو عندكم تجاوزات كبيرة اليوم 2022 نعملوا محضر على سيجارو ويقعد يتعذب عليه نهارين وهو يجري بقعة بقعة، عليه مردوا هاش خطايا دي، علاش نحن طوى ناقصين وراق؟ تعرف يشدوا كيف السيجارو شو هو اللي يعمله، يفك له الوراق ويمشي يبعثوا لدار الجهوية للنقل يعملوا له محضر ويرجع بعد يمشي للقباضة ومن بعد يرجع للمركز، معناتها عذاب شديد على السيجارو. كلمة محضر يا وخايبة، شنو هو محضر؟ تعمل له قتل له هو يا أخوي، رجعها خطية، نحن شكلنا طالبنا قانون 33 يغيروه، يعمل له خطية يا أخوي، طولوهم عندهم الطابلات شديد ويتكيف يا أخوي، يعمل له 50,000 ولا 60,000 ويبعثوا القباضة، علاش يقعد نهارين؟ هو يقول لك أنا نطبق في القانون. إيه طوى أنا العون الأمن، أنا مش حكيت على 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 العون الأمن، على على السلطه التشريعيه. طيب ولا تشريع القانون، فهو فما تنقيح تاع قانون 33 يلزمهم ياخذوا بعين الاعتبار النقطه هذه، باش ما نقعدوش برشا في الموضوع هذه. اهم زادت ثم تشكيات اخرى، تشكيات اخرى توا تعرف ولاد صغار كل تلبس السروال المقطع شويه يلاحظوا له اقل حاجه، انا ساعه ساعه يجيوني والله لو قطع هكا هم يبيعوا فيهم يعمل له خطيه ب 70,000 ويتعذب عليهم. واضح. نمشي نحكيو على لي زابليكاسيون سي محمد علي ودورة لي زابليكاسيون اخرى، وانت قلت لي في الاوف انه انت حكيت لي عطيت لي هكا معلومه على ثم ابليكاسيون شهيره هي كانت بولت، تحب تتكلم على بولت؟ ماذا بينا ما نسموش يعني. مش سالته هي قعدت في المحل كانت تحكينا يعني انت شنو شو بالنسبه يا في الزياده هذه، برشا زملاء قالوا لي انا بعد على تطبيقات ما عادش نضيع في وقتي، ولا قالوا انا الكونتير كورسات الصغار وبربي ساعة، خليني نقول هذا نداء للزملاء توا اليوم اللي التاكسي ذكي يهز الكورسات الصغار، كورسات صغار هي فيها الفلوس، التاكسي ذكي اليوم 900 فرنك أقلوا هنا قاعدة باقي خير من قبل. اليوم أنا برشا زملاء قالوا لي والله العظيم قاعدين نخدموا ما عادش نحبوا الامتناع، قد 900 باقي قاعدة اترقع شوية. والله يا سي محمد علي حسب ما نشوف أنا في الريزو سوسيو صحيح، يعني ديما الباهي والخايب صحيح نقصد كذا، لكن ثمة بوريب، ثمة بوريب. أنا شفت فيديو تاع زوز بنات وقفوا في دو تاكسي موجودين، كان شفتوا كالفيديو هذيك يعني يحكي معاه يعني بكلام خايب، يعني
يعني تصور هذيك اخته ولا امه ما نعرف شكون هكاك وتحكي معاه بالطريقه هذيك ويتبورب ثم تبوريب سي محمد علي باش ما نكذبوش وما نغطوش عين الشمس بالغربه. هذو يا سيدي انا كنت في فرقه بتاع مزاسيس اللي لهي بالتاكسيات والعميد وجابوه السيد هذايا وراني على السيد العميد وجابوا السيد هذايا والكرهبه هذيك تفكت الرخصه نتاعها عن نزيد نبطل جاي هذا اللي نحبه فكت الرخصه نتاعو جمله واحده هذيك رخصه نتاع واحد متوفي وهما ماخذينها بانديه يخدموا بها صاحبه الرخصه وهم هما يسمعوا فيها يعني لا يزي مخالف ايه. وزيد يخالف على المخالف اللي عامله هذايا كله وتفكت فما صحب ورخصة تحات ساعق ملك شيء من يخذيها الرخصة سي محمد علي تقول قايل سمعني توكي راجل متوفي كيفاش خذيت الرخصة ما رجعوهاش الرخصة هذه قاعدة يخدموا بها بلاش قلت شو مش أقول لك حاجة لو كل إنسان عنده الرخصة متاعه اللي تسمى اللي سي باسي إذا تفوت العميل ما تقدمش تتفك آليا هما ما رجعوهاش ما هي مفكوكة وقت اللي جات في ديل الأمن وما شو تحرك الأمن شاف الفيديو هذاك وانا بيدي شفته أي. وانا بيدي تكلمت قلت هذا ما شرفناش وذا يزمو يتعاقب وفعلا تحركوا الامن وجابوهم اربعه اللي واقفين الكل جابوهم اربعه وعملوا لهم المحاضر وتفكت تصاحبت الرخصه هذيا والاخر مشى للقضاء واضح هذا ايش هذا زاد اللي نقولها ويسمعوا فيا هذه معلومه فهمتي هذه معلومه يا هذا عقبوه السيد هذا فوالا يعني هذا دعوه حتى للمواطنين دعوه حتى للمواطنين ما تسكتوش على الحق راه اذا سكت على حقك راهم المخالفين يزيد يتجاوز نحن مش يشرفونا فهمت يشرفونا واكيد يتصلوا بيك يعني مواطنين ما يشرفوناش هذوما وانا بدي ما ندخل لهمش واضح انا لقيت السيد انا لقيت السيد وقت اللي انا مشيت عندي نحن عندنا خدمة معهم أيه. مشيت لقيت السيد وراني على السيد العميد وراني على التيك توك قلت له أنا تفرجت فيه قال لي أنا جبليه وفكينا له صح هذا صار صاحب صار تحية بليل الأمنيين يخدموا يعني بقلبه ربه شو اللي غلط يخلص يطبقوا في القانون أنا تعرف شو نقول سيبادي بكل صراحة خليها يسمعوه ولو كلمة توجع غبي توا اللي شدوه على امتناع حمل حادي اليوم تصلح شوية الكولتور تكون ما تصلحت كما نحبه نحن أما أنا أحب سياسة بورقيبة خذوا طلب فوالا واضح موقفك من الزيادة للمحروقات الأخيرة يبدو أنه ثم زيادة أخرى منتظمة مش ترجعوا للمربع الأول اللي هو مش تمشوا للإضرابات وزيادة في الطريفة يعني هذه التحرك احتجاجي متاعكم القادم هذه القادم خطر توا سمعني إذا إذا أنت زدني في المحروقات شو اللي عملنا؟ رجعنا للكارول الأول ما تحرك ليش؟ يعني حسب ما نفهم أعطوكم زيادة يفكروا أخذوا أعطونا باليمين أخذوه باليسار خاطر أنا شفتوا الكلام لا ما نحن يعني ماشيين للوقفات الاحتجاجية وماشيين للإضراب نحن وعدنا زيادة أخرى للتصليح نتاع العداد معقول نمشيو ب 46 فرنك نحن نمشي نحبوا نغلقوا 50 فرنك ونغلقوا 900 تولي دينار يعني هذه زيادة انتم اللي هذه زيادة منتظرة الاتحاد والا تطالب بها يقرب لا هذه قاعدين نطالبوا بها نحن خاطر هذه ما تكفيش هذه الزيادة هذه فما حاجقنا اللي بيه الفايدة نمشيو القرار التجديد ناخذوا كراب ما غير ديوانة معقول اليوم تاكسي يدفع تي فيا 19% هذه راهو نجم يكون في قانون المالية يعني هذه افكار ايه؟ نجم سيكا يعني علاش وزارة المالية مرة أخرى غايبة؟ نحن وكان جات وزارة المالية مرة أخرى لأن تفوضنا على القرار هذا يلزم قرار هذا قرار تجديد يلزم يكون كل 5 سنوات هو حسب ما نفهم أنا حتى من ضيوفي لازم تصير ثورة في القوانين رانا نخدموا بقوانين يعني قديمة مش تاع القرن 21 توا يعني في دول الخليجية دبي وقطر وغيرهم بابليكاسيون بتليفون تقضي أمورك وكل شيء ونحن مزلنا يعني قلت كلهم على السيجار وتعمل دوسي هكا من البقعة البقعة في شيء يعمل العار في الدولة بتاعنا مش معقول هكا اليوم واحد يتكيف سيجاره تعمل له معتها محضر ويمشي بالقباضة قباضة تعمل له خسية خليه يمشي خلصها بالقباضة واضح قانون المالية أكيد يعني لكم سي محمد علي يعني والله يا عندكم الشك بون ديجا حكيت على بعض المقترحات معنا شكون يمثلنا نحن في السنواب ساعات نجيش بس السنواب مش من الوقت داهمنا برشا وتجاوزنا الوقت كان عندك رسالة نجم توجهها يعني لشكون تحب توجهها يعني
والله انا الوجهه للسيد وزير النقل وزير التجاره، يا الزياده اللي اعطيتها لنا ما تكفيش، يا الزياده اللي اعطيها لك الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي يا معقوله ياسر. واضح واضح. نعمل ترتيح للزملاء، واضح قبل ما نعمل ترتيح خشوا شو تقول لسي محمد علي. نداء للزملاء، وبربي اخدموا على روحكم وهزوا العباد، وبربي خلي العلاقه مع المواطن تكون علاقه طيبه، بربي يزونا ما مش في ثنيتي ان شاء الله يسمعوك. ان شاء الله يسمعوك. نعمل ترتيح صغيره ونرجعوا.